حي الرزانة العاقلة للشاعر مبارك بن إبراهيم العجلاني. حي الرزانة في النساء العاقلة المرتضاة المستراد الفاضلة، هي رمبة الإحسان لا تخالها إلا سحابا مرسلا هواطلة، صوامة قوامة وشامة بالناس وهي تاج رأس العائلة، محصورة مقصورة في بيتها ولا ترى طالعة ونازلة، وبرة بأهلها وبعلها داعية لدينها وعاملة، مقيمة لفرضها لعرضها صائنة ولا تراها سافلة، حامدة لرنبها وصومها حافظة واجبه والنافلة، لسانها رطب بذكر رنبها بصبحها وليلها والقائلة، ولم يزل إخلاصها لرنبها وحق بالإخلاص أن تعامله، ولم يزل إخلاصها لربها وحق بالإخلاص أن تعامله، تالية حافظة كتابه حروفه حدوده شمائله، تخالها من الحياء درة مكنونة عن كل عين غائلة، هي النوار والحصان عفة ولا ترى مميلة أو مائلة، هي أمنا وأختنا وبنتنا موصولة بالبر في نواصلة، أخلاقها جمالها وذخرها أكرم بمن عن الحرام غافلة، لا تبتغي جمالها بلعنة لما روى في شأنه العبادلة، عن النبي لاعنا من النساء نامصة واشمة وواصلة، وكل من تفلجت لحسنها بخلقها الرحمن غير قابلة، ولعنة لكل من تشبهوا بضدهم من فاعل أو فاعلة، وليس ترعي سمعها لعصبة على السفور والفجور حاملة، قد بين الرحمن في قرآنه أخبارهم حقا بكل نازلة، قد زهدوا في بيتها بفرية بأن من تقر فيه عاطلة، بزعمهم تحريرها من ربقة الإسلام بل تغرير كل جاهلة، تهافتوا للغرب حتى أصبحوا شرذمة منبوذة وفاشلة، معروفهم بالشرع كل منكر يبغونها معوجة ومائلة، كم شرعوا إلى الحرام بابه وضيقوا على المباح ساحلة، قد جعلوا سفاحهم حرية له قوانين النظام كافلة، فاختلطت جراءه أنسابهم هل بعد فقد عرض المرء طائلة، هم وضعوا في شرعهم من قدرها وأفسدوا الأولى لها والآجلة، قد كذبوا واختلقوا دعاية بأنها نالت حقوقا كاملة، وما أرادوا بالحقوق حقها بل حقهم في متعة بالجاهلة، وهل نرى من النساء عندهم إلا التي هي خادم أو نادلة، يا بؤسها من أمة شقية وليس فيهم عادل أو عادلة، تبا لهم من معشر مناقض قد أنكرت أيمانه شمائلة، قالوا لنا بأنهم تنوروا ولم نجد إلا العقول الخاملة، قالوا لنا بأنهم تقدموا وإنهم لفي ذيول القافلة، كم هددوا ورنددوا وزايدوا وأجلبوا بخيلهم والراجلة، أنصارهم فينا الدعي والتي من النساء مجروحة مخاتلة، أخية الإسلام كل راجع لربه وناظر فعائلة، وقيمة الإنسان فيما يتقي لدينه وعرضه والآجلة، تمت بحمد الله خالق الورى منه الجنان واللسان ثم له، وبالصلاة والسلام سرمدا على النبي ما سح مزن وابله، وبالصلاة والسلام سرمدا على النبي ما سح مزن وابله. الإخراج والتنفيذ قناة محمد المدعث.